ناس بلا ثقه ولي يتكلموا بزاف ويزخوا وما عندهم حتى ضمير، يلزم لنا ينجلبوهم ينمحيو. لازم قبل كل شيء ننظموا البلاد ونكافحوا هذا المرض الكبير، من بعد هذا الشيء ننجموا نجوزوا العدونا الحقيقي. فهمتني اخو علي؟ اخو علي اخو علي اخو علي. من الفوق مقتول بلادنا بخمج، هيا طيروا زيدوا فيه.